خطوة مثيرة تكشف عن خرق أمني غير مسبوق، إذ ظهرت معلومات جديدة حول عملية اختراق حزب الله من الداخل بملايين الدولارات. مصدر مطلع كشف لإيرام نيوز عن تفاصيل مثيرة حول الخرق الأمني الكبير الذي تعرض له الحزب، إذ يعتقد أن مسؤولاً في شبكة اتصالات حزب الله كان عميلاً لإسرائيل على مدار سنوات، وقد لعب هذا العميل دوراً محورياً في اتخاذ قرارات حاسمة من مثل تقييد استخدام الهواتف المحمولة والتوجه نحو أجهزة البيجر، ما أسهم في توجيه مسار العملية الاستخباراتية الكبرى. المسؤول عن اتصالات حزب الله الذي فر إلى إسرائيل بعد مداهمة منزله وكان يمتلك 7 ملايين دولار كان مصحوباً بعدد من المساعدين والفنيين من جنسيات مختلفة، ويؤكد المصدر أن هذا الاختراق يعد إنجازاً أمنياً كبيراً لإسرائيل، إذ أظهرت القيادة الإسرائيلية ثقة متزايدة في معرفتها بمكان حسن نصر الله، وهو ما أفضى إلى سلسلة من العمليات الناجحة التي بدأت بتفجير أجهزة البيجر وتبعتها غارات على مواقع ذخيرة الحزب واغتيالات للقيادات. ما حققته إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين وفقاً للمصدر لم يكن نتاج الصدفة، بل جاء نتيجة جهود استخباراتية دقيقة وبدعم تقني عالمي. من خلال هذه الجهود استطاعت إسرائيل تحقيق اختراقات غير مسبوقة لم يشهدها حزب الله في تاريخه.